السلام عليكم ورحمة الله. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الأغويال في رسالة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد سعي حكومته للمصالحة الوطنية الشاملة بين المدن والقبائل والأفراد. الأغويال وفي ذات رسالة نوه إلى أن اتفاق الصخيرات لم ينجح في التوصل إلى التوافق الليبي لإهماله لطبيعة الحل المناسب لواقع البلاد. وأشار رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إلى عدم اعترافه بالرئاسي المقترح لفشله لمرات عدة، وأيضا لعدم نيله الثقة من البرلمان المنحل حسب نص الرسالة. قال عضو البرلمان المنحل عبد المنعم بلكون إن ما أسماها أو من أسماها المؤسسة العسكرية بقيادة مجرم الحرب حفتر لا تزال في طول الإنشاء، مضيفا أنها غير قادرة على إدارة شؤون البلاد. بلكور في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أوضح أن تحذير حفتر بتدخل ميليشياته في حال عدم حلحلة الأزمة الراهنة سيزيد الليبيين انقساما وخلافا وسيدخل البلاد في دوامة من الفوضى. نفى مصدر عسكري من قوات البنيان المرصوص بمدينة سرت ما يتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن مشاكل أمنية في المدينة. المصدر أكد للتناصح أن الأوضاع الأمنية في المدينة ممتازة ولا توجد أي خروقات، مضيفا أن قوات الثوار تقوم بعملها على أكمل وجه في تأمين المدينة وتشرف على عودة السكان. يذكر أن عددا من صفحات التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن مدينة سرت تعاني من اضطرابات أمنية، الأمر الذي نفاه المصدر. تجددت الاشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وميليشيات ما يعرف بالكرامة مساء السبت بمحور وسط البلاد بحسب مصدر مطلع من المنطقة. المصدر أضاف أن عنصرين من ميليشيات الكرامة قتلوا أثناء محاولتهم التقدم صوب تمركزات مجلس الشورى، مؤكدا إعطاب الأخير لمدرعة وحاملة جنود تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر. هذا الموجز انتهى. مشاهدينا دمتم في أمان الله.